صفوان بيه بقى من الناس التقال اللي يتعدوا على ايدي لوحدي. راجل تقيل، لازم اعرفك عليه، هتستفاد منه ياما. يعني هو بيشتغل ايه يعني؟ في المراكب. عنده مراكب ياما في عرض البحر لمؤاخذه بينقل بيها بضائع. يعني عنده شركة نقل بحري يعني؟ اللهم صل على النبي عليك، عنده شركة نقل بحري وبري وجوي كمان، أكيد حضرتك تعرفه، صفوان القاسم. أظن فعلا سمعت الاسم ده قبل كده. إحنا فيها، أنا هعرفك عليه دلوقتي حالا. ليه بركة غيرك؟ صفوان باشا، زي ما عليك. ما عليك كنت قاعد مع راجل زي العسل وجبنا سيرتك. بكل خير والله، حسام بيه علاب. طبعا سعادتك، نار على العالم. طيب خد مس عليه، اتفضل يا باشا. صفوان بيه كلمه، قول الو. الو، اهلا يا صفوان بيه. يعني الرحمن بيه بيشكر في حضرتك جدا، ان شاء الله نتقابل على خير. اتفضلوا معاك يا باشا. يا باشا، طب اخلص معادي واكلم سعادتك. في امان الله، اتفضل. تعبناكي معانا يا هاني. لا ابدا، انا عملت لك القهوه بايدي. ما تحرمش من ايدي. اتفضل حسام باشا. لا لا لا، دي بتاعت حضرتك. احنا الاثنين بنشربها على الريحه. لا اصل لا، ده فنجان حسام اللي بيحب يشرب فيه. فعلا الفنجان ده انا بحبه. طب بعد إذنك أرد على المكالمة دي. اتفضل. أيوة دي ريشة. طب هكلمك بعدين. طب أستأذن أنا يا باشا، معلش جات لي مصلحة على السخان. طب والقهوة؟ لا نشربها شربات بقى المرة الجاية إن شاء الله. بعد إذنك. تشرفت. سلام يا هاني.